معايا على التليفون دكتور عمرو ابو المجد، رئيس قطاع ناشئين النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، اهلا وسهلا، الله يسلمك. منور الدنيا، انت اللي منور، ربنا يخليك يا رب. بيك. يعني فكره العقود يا دكتور عمرو اعتقد ان حضرتك بدات تفكر فيها جديا او تفعلها فعليا للحفاظ على حقوق النادي الاهلي تجاه قطاع الناشئين. هو طبعا حته العقود دي مهمه جدا، عشان انت لما بتختار لعيب مميز وتيجي بتدربه المفروض تاخد ثمار هذا الجهد. أكيد الأهلي يستثمر هذا اللاعب سواء داخليا باللعب الأول أو إعارة أو بيع أو احتراف أوروبي وما إلى ذلك يعني. فإحنا عملنا عقود ل 97 وعملنا عقود ل 99، والفرق اللي تحت بقى اللي هي 2000 و2001 و2002 قلنا نستنى شوية لحد ما نشوفهم ويلعبوا عدد من المباريات الكافية اللي بيها نقدر نحكم على افضل اللاعبين اللي ممكن نعمل معاهم عقود على اساس نربطهم بالنادي، وفي نفس الوقت من العام القادم ان شاء الله الناس دي هيبقى لها شغل فين؟ يعني هتلاقي النادي الاهلي هينفرد باستراتيجيه جديده تختلف عن الانديه الاخرى. اكيد. وهو الاهتمام بالمواهب، يعني المواهب دول هيبقى لهم برامج خاصه، هيبقى لهم شغل خاص، هيبقى لهم لائحه خاصه. هيبقى لهم شغل فردي، هيبقى لهم جهاز كمان تدريب فردي مع الجهاز اللي هو معاهم. جميل قوي يا دكتور. نحاول نعلى بالمستويات، سواء واحد عنده خطا او حاجه او واحد عنده ميزه بنزود له هذه. لما يطلع في الدرجه الاولى او يطلع في المنتخب ما يتعبش المدرب، وفي نفس الوقت بيختصر عدد السنوات اللي بيصل فيها الفريق الاول. اذا كان في الوضع العادي يوصل مثلا هو عنده 10 سنين يوصل 19 سنة 20 سنة 10 سنين، لا أنا خليه يلعب 16 17 سنة. فدي حاجة استثمارية، أولا حتة مادية حتة معنوية وحتة كويسة جدا بالنسبة للنادي، وفيها إطالة مدة اللاعب يلعب في الفريق الأول أو المنتخبات القومية لفترة طويلة. فإن شاء الله السنة الجاية هيحصل شغل جامد جدا مع هؤلاء الموهوبين ان شاء الله. اكيد يا دكتور. يعني اسال حضرتك السؤال الاخير، يعني اهم النقاط اللي حضرتك حطيت ايدك عليها لتطوير قطاع ناشئين النادي الاهلي كانت ايه؟ اولا الحته اللي موجوده سواء كانت الملاعب، تعال اتفرج على الملاعب دلوقتي حاجه ثانيه خالص. الصراحه كانت فكره غير منظمه، فيها عدد كبير اي حد بيقعد فيها، المطعم، الجيم، مفيش قياسات للعيبه والتحاليل والحاجات دي، كل هذه الامور اللي خارج الملعب عملناها. النقطه الثانيه، تعال اتفرج بقى في الملعب، الروح والروح الفانيله الحمراء ازاي رجعت للاعبين التشكيل، وازاي اصبح هناك في بعض المباريات اللي بتلاقي فيها الفرقه يمكن مش موفقه ولكن بتكسب بالروح زي الفريق الاول بالظبط. اكيد الفريق بيكسب في اخر 5 دقائق بس، مع الفارق ان الفريق الاول اصبح الوقت اداؤه عالي جدا. اكيد بيكسب بالاداء وبيكسب بالروح وبيكسب بالجهاز وبيكسب بكل شيء. احنا بنحاول ان شاء الله بالروح دي نقدر نصل الى اللي احنا عايزينه. الخطوه اللي جايه بقى هي تدعيم الفرق. للاسف الشديد الفتره اللي فاتت كلها كانت التدعيم ضعيف جدا، بحيث بتلاقي الفرقه فيها عدد من الموهوبين والدكه اقل كثيرا. لما بتيجي تغير حد يصاب، تيجي تنزل بديل ليه، تلاقي البديل اقل كثيرا من اللي بيلعب اساسي. طب عشان تغطي الحته دي عايز لك استراتيجيه لمده 3 سنين. اول سنه بتدعم بنسبه 40% ثم 30% ثم 30%. كده تقدر توصل للتدعيم الكامل ده لغايه فريق 16 سنه. تمام. الفرقه اللي بعد كده ممكن تتعمل على سنتين، ممكن على سنه، بحيث لما تجيب لعيب 19 سنه بتجيبه للفريق الاول. يقعد معاك سنه سنتين وبتنتظر انه يلعب للفريق الاول وبتختاره على هذا. اما الصغيرين بتعمل لهم استراتيجيه لمده 3 سنين، بعد 3 سنين هتلاقي عندك مثلا 25 لاعب، ال 25 لاعب يتراوح مستواهم بين 8.5 و9.5. مفيش حد 8، مفيش 7. ايه؟ لانك عرفت التدعيم وفي اسلوب للتدعيم عاملينه، وفي تخطيط للتدعيم عاملينه، وفي تخطيط للعناصر اللي هي مش قادره تمشي معانا، فبنديها فرصه في انديه اخرى بحيث نستطيع ان احنا نجيبها مره ثانيه من هذه الانديه بدون مقابل،
على اساس ان احنا ما نبعدش اللعيب ونشتريه تاني. كلام كلام جميل جدا. ده يبعد وناخده تاني. ايضا في السن الصغير عملنا مع الاكاديميه شغل كبير مع الكابتن ابراهيم عبد الله، وادينا له عدد من اللعيبه اللي في الفرق كلها، وهو جاب عدد من اللعيب الاكاديميه وعملنا فرقه تمثل النادي الاهلي في دوري القاهره به، واصبحوا بيلعبوا دلوقتي بشكل جميل، وزاد مستوى بعض اللاعبين فيهم بحيث نقدر حتى نضمهم لفرق النادي الاهلي السنه الجايه. واصبح التدعيم داخليا، ولكن قبل التدعيم في منافسات وفي اشتراكات. تمام تانية. تمام استثقل تمام تمام تمام. مسؤوليه كبيره جدا يا دكتور عمرو، تولي قطاع الناشئين النادي الاهلي، لكن حضرتك قدها وقدود لك من الخبرات، يعني باع طويل جدا ان شاء الله يرتقي قطاع الناشئين النادي الاهلي عليك ان شاء الله. كل التوفيق لحضرتك يا دكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي. بس صغيره اقولها لك. اتفضل. فرصه كويسه جدا لديك كابتن عبد الرزاق شافي في النادي الاهلي كمدير رياضي. تمام. الراجل كان ماسك القطاع قبل كده، عارف كل خبرياه، عارف كل صغيره وكبيره، ففرصه للتعاون التام مع الكابتن عبد العزيز، وناخد خبراته الكبيره في هذا المجال. اكيد اكيد. وبنعمل منظومه عمل ان شاء الله، سواء بين الكابتن عزيز بيننا من الكابتن خالد جد الله من المدربين، كلنا بنعمل للنادي الاهلي، مفيش حد بيعمل شغل لوحده. اكيد يا دكتور، كل التوفيق لحضرتك وكل المجموعه اللي مع حضرتك ان شاء الله، دايما مشرفين ورافعين اسم النادي الاهلي فوق. شكرا جزيلا دكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع ناشئين النادي الاهلي.